معكم امين هنداز من مدينه قنيطره. انا اللي كنطرح لي هذاك المشكل ديال الاكسي هذو اللي مشاو لي فيه الديب جوج. دابا الحمد لله كان موقف لي هادشي ديال الحانوت، كان موقفينو لي على حساب الضو وهاد المشاكل. دابا انا راه جالس كنصلح، صلحوا معايا الناس عاونوني هنايا، وجالس كنبيعو ونشتري في داكشي ديال العيد. كنتمنى من الناس يعاونوني، كنتمنى من الملك ديال البلاد ديالنا محمد السادس يوقف معايا، راه مضيعيني بزاف ديال الحوايج. هانتوما تشوفوا كلشي شنو كندير، الله يرحم لكم بالوالد. باقا ناقصني بزاف د الحوايج هنايا كاينين في البلديه، خصهم يوقفوا معايا، باقي معطلين ليا هذاك الشيء. الله يجازيكم بخير، تنتمنى من الناس توقف معايا المغاربه كاملين. حديث اخويا كيفاش وقعت ليا راه معروف، راه كنت كنتريني وكنت كنلعب، راه الدراري كلشي كيعرف. مشيت خدمت اول نهار في واحد البوست ضربتني 220,000 ديال الضو اللي ضرباني، 220,000 ديال الضو اللي ضرباني. بقيت ملاوح في السبيطار هنايا 3-4 أيام في السبيطار الغابه، جلست 3 أيام في الكلينيك ونهار في السويسي، ودوزت عام ونصف موريس كوبنيرج تعذبت ديال بصح. مشات لي يد من هنا، مشات لي هذا، مشات لي جيج وكاكو خدام في الفاخر. شوف الحمد لله، اللهم لك الحمد. تتمنى من الناس يوقفوا معايا، وكنتمنى من الملك ديال البلاد محمد السادس الله يشافيه علينا يوقف معايا انا، خصوصا انا عندي هذه الحاله هذه وكاكو تنكابر مع الدراري واقفين معايا الدراري والكرا وهذاك الشيء. وهذاك الشيء راه كلشي راه باين. الحمد ديالي نكمل هذا المشروع هذا ونوقف مع هذيك الوالده ديالي اللي عندي، اللي بقيت انا وياها في الدار والدري الصغير تابعني 30,000 ديال الكرات نخلصها دابا هنايا. هذا هو الحلم اللي باغي، بغيت هذا الحانوت يخدم محرك فيه وصافي، ما باغي والو. كنقول المغاربه اللي خارج الوطن بعد الناس اللي تنعرفوا هذا، نتمنى منهم يوقفوا معايا، والناس اللي عندهم كونتاك هنايا في العمالات والبلديه بلا ما نبقى غادي جاي عليهم، غادي كنتمشى وكنضرب في تماره وتبقى غادي على رجلي. الله يرحم ليهم بها الوالدين، يوقفوا معايا، حيت الناس راه واقفين معايا كله باش يعاونني وكله باش هادي. ومبروك عواشركم، والله يدخلنا العيد بالصحه والسلامه، وكنتمنى يتهزلنا هذا الوباء هذا.